احسن الله اليك. شيخ بعض الاخت تقول بعض المرات نسافر ونسكن في الشقق ولا يكون معنا سجادات وتكون الشقق مفروشه، هل نصلي عليها مع اننا لا نعلم مدى طهارتها؟ الاصل ولله الحمد الطهاره فما لم تعلم ان هذا الفراش او هذه البقعه نجسه صلي عليها وصلاتك صحيحه والحمد لله لان الاصل الطهاره. نعم.